وبركاته. معاكم سندس. معاكم رفا. طبعا هذا الفيديو من قناتي ومن قناة رفوف الحربي. مقاطع متنوعه. مقاطع متنوعه. طيب سني سني ضيف الحلقه هي نجا. فيديو اسألني. يلا اول سؤال رفا راح تقول من اللي انت شفتوه. اول سؤال هنا. اول سؤال من طيبة. اكلتك المفضلة والعادة. ما اسمها طيبة؟ مكتوب تيبة بالانجليزي. T-A-B-A. هنا التعليق. المهم طيبة تسأل اكلاتك المفضلة والعابك المفضلة. تحبين اخواتك او اخوانك؟ اتمنى تضيفي تعليقي بالاسئلة. اول شيء طبعا ضفنا تعليقك. ثاني حاجة اكلتك المفضلة هي ورق عنب وفراولة وش قلت توت ازرق. وكمان العاب المفضلة كل ماي بلاي هوم وكل ماي تاون ولعبة هنا تلقونها. بس هنا يلا. طيب الاكلة المفضلة من الفواكه مانجا او مانجا. واحب اخواتي ما اخواني لان اخوان اشقياء دايما فاخواتي. انا اكلتي المفضلة من الفواكه مانجا وفراولة. واكلتي المفضلة هي ورق عنب ومكرونة بشاميل. طيب ايوه من الخضار احب طماطم. انا من الخضار احب طماطم بالضبط. لا 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 مو ابغى احب ايوه الطماطم. الحين دور ندى. استني ما جاوبت كله. طيب يلا اخوة من احب اخواتي اكثر. بس عندي اخو صغير احبه. المهم انا لحظة حتى عندي اخو صغير ما احبه. انا بقول لكم يا ربي لعبة المفضلة هي باربي وجماعة السلامة بورهم وجماعة السلامة ايتاون ولعبة ذيك تصنع شخصيات اللي عن سوسة برينسس. طبعا انا وندى اخوات. بس يلا ندى جاوبي. اوكي لا لا المهم انا جاوب. انا اختار سؤال. لا ما ندى ما جاوب. ما جاوب نسيت. اكلتك يلا اكلتك المفضلة. طبعا انا قلت لا عشان انا كل ما بسأل سؤال. ايه ملوخية. صوتها معلش مواطي لانها تستحي. صوتها راح لانها تستحي دائما. خجولة. خجولة. يس بالضبط. يلا. لعبة انا اعرف ال او ال الكبيرة. ال او ال الكبيرة ايوه تعشقها تعشقها. هي ست ال او ال صغيرة. اول. الحين عندك كبيرة ولا ما عندها؟ لا ما عندك كبيرة. 500 تبغين تشتريها مع نفسك. المهم العابك المفضلة قلناها. تحبين اخوانك ولا اخواتك؟ طبعا اخواتك ولا اخوانك؟ كلهم صح؟ كلهم. عشان لو ما قلت اخواتك بضربك. اوكي لا والله حبيبتي. اوكي انت دورك. مين؟ معزز اي ان ما ادري طبعا لكن راح اجيبهم تلف الشاشه. كله 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 بعض اذا ما لقي بعض اذا ما حطيناه معناته ما لقينا. كم مره جبت العيد مليون مره لكن ما راح اقول لكم سالفه لاني كلها تتفشى منها. راح اودع اليوتيوب مع السلامه. انا اول حاجه يوم رحنا السوق مع انا وماما مع بعض. اوكي الحين احنا راح نشتري اشياء للعيد. فش اسمه قاعد الحق ماما الحق الحق الحق. فجاه طحت على لبس اخذته ورحت ادور ماما الاقي نفس نقاب ماما ونفس عبايه ماما وكل حاجه. اروح اقول ماما ابغى هذا. اطالع لقيه امي ما ادري وين ماما. طبعا يوم انا كنت صغيره وماما صغيره كنت قاعده ابكي في السوق. رحت لا ستة عمري تقريبا ستة والله. لبس صغير يا بنت يا بنت ستة قد المهم يعني سنة أولى ابتدائي. طحت في لبس حق أطفال حق باربي مدري مو باربي حق سندريلا. أروح لماما ما أبغى هذا. أطلع مي ماما. يلا أوكي يلا السؤال يلا من آخر الشهر قلتي لأحد أحبك ومن؟
طبعا انا راح اقول لكم اسم البيت لكن ما راح اقول لكم بنت عمي، بنت خالي، صاحبتي، جدتي، خالتي، عمتي، بنت اخويا، المهم ما راح اقول لكم اصلا اكبر وحده. المهم قالت لي وحده احب كلهم ترى احبك ريما وما اخر وحده ريما. طبعا هذه من المدينه. اوكي وانا الحين داري اللي زال معاه في الجزاوز الخادمة، الفتيات المغرومات، الفتيات المغرومات والخادمة الرابط تحت الوصف. اوكي شو الناس برينسس تسأل؟ انا 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 يا متابعين انا انا اجينا بس قناة الثانية. ليش تحبين دايلة؟ حاسة تسألني ناس. اوكي احبه عشان فلة مزة حلو بس مزة لا حلو انا كل اللي جايتها انا كمان. اوكي والسؤال الثاني شو اليوتيوبرز اللي تتابعينهم؟ انا 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 بجد اللي تتابعهم انا دايلر وعز الخد وواحده هنا قناه ما في اسمها ما ادري هي بعدي. السلام عليكم كيف حالك؟ وعليكم السلام. يا 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 انت حطيت يميني انا اللي حطيت خلاص انقعي هذه يميني. اوكي خلاص يلا يلا يمين اللي صار حالك شو اخبارك ان شاء الله طيبه مع السلامه. اي جبر تبع عزر خالد هي ومرام وملاك هي نفسها يعني اخوات و بيدعوا خرافيه مدرسه مدرسه 5 في 5 دقائق حتى اللي عندي بالانجليزيه الاجنبيه انا احب ومن كمان دايلر و اسعد الناس و انا زيها وحلمي اني اوصل 50000 انا اوصل 1000 1000 بس ابى 1000 1000 يلا وانت شو اسمك؟ ندى. وكم عمرك؟ اي صف؟ اي صف؟ 8 اي صف؟ ثانيه. فكرني مين اكثر يوتيوبر تحبينه؟ قلت لكم ما يحتاج اقول لكم حتى انا دايره. هل تتابعين قناتي؟ معليش انا ما مو قناتي انا واحدة كتبت لي فيها الصراحة وربي ما الصراحة قلت انا لا لو كنت اعرفها وربي دحين ادخل عليها انا دحين بدخل عليها دقيقة ثانية معكم الحين شو اسمك؟ سؤال غبي بس استني هل تتابعين قناتي؟ طبعا قناتها اسمها الحين بمليكم الحروف هنا تلقونها خلاص هنا هنا بس ما تشتغل كله في المونتاج يسوس خلينا نكمل اسئله ترى اسئله قد البحر يلا طيب يلا. شو اسمك؟ سؤال غبي بس انا جديده اسمي اسمي رفا رفا الحربي الحربي او الرحالي كلنا نفس بعض وندى ندى الحربي كلنا انا رفا زي بعض طبعا يلا لو كنت صح دوري يلا وش حلمك؟ حلمي اصل 100000 واروح مع اليوتيوب مليون 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 يا الله وصل بس ودي 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 اشوف دايلف بس ايوه انا ودي اشوف شو اسمه شو اسمه شو اسمه شو اسمه ميتو ميتو اوكي اوكي لحظة ما كملت اكثر لون تحبينه اكثر لون تحبينه هلا خلاص 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 ازرق الحين ازرق فاتح وبمبر فاتح انا احب اللون ليه اقصد الحركه المهم انا شو اسمه ايوه ما ادري كيف ايوه مين اقصدي خلاص 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 ولا انا امه خلاص الفيديو حيطول بعدين المونتاج ياخذ وقت اوكي يلا دقيقة ايش هو السؤال؟ ايش انت سألتي؟ اللون المفضل اللون دحين يطلع لك على الشاشة ما اعرف ما اعرف سواري؟ لا اي
فشواري، وكمان لون فشواري انا كمان احب، ولون كذا يعني انا اعشق الازرق اكثر، لون ذهبي على بامبا زي كذا ما ادري كيف. لحمي؟ مو لحمي، هذا كذا. طيب يلا وحدة مقاطع متنوعة تسأل. أنا له مكمة سؤالي، لو كنت ملكة وش أول قرار تاخذينه؟ أول قرار لو كنت ملكة إيش أول قرار تاخذينه؟ راح أخلي أولاد اللي من عمرهم 8 إلى عمرهم 16 يخرجون من البلدة اللي أنا عايشة فيها عشان ما يطفشوني، واللي هم من سنة ثانية إلى سنة أولى ثانوي. أيوة ثالث متوسط. هذا القرار اللي باخذه أول قرار. وأنا إنه ما يكون. وكمان ما في ولا ولد يعيش هنا في مكة المكرمة. ولا أحد ولا أحد، ونعيش إحنا البنات بحرية. زمرد. زمرد. عالم الفتيات. اوكي خلاص خلاص خلاص. مقاطع متنوعة تسأل. مقاطع متنوعة تسأل ليش سميتينا زهوري؟ لأنكم زهوري في حديقة خلابة ومنظر خلاب وكل حاجة خلابة. وأنا سميتكم المشاكل لأنه قراركم، أنا خيرتكم الأشياء. لأنكم زي كذا زي كذا زي كذا. أنا زي كذا، أنتوا زي كذا المسات. وأنا بسم الله. أنا خلاص خلاص ولت يمه خلاص خلاص توريكم ستانا خلاص. انت ذولي سلوان دلماسات بني نفسه. يلا لو كنت تقدري تغيرين اسمك وش راح تختارين اسم؟ ايش هو؟ لو كنت تقدرين تغيرين اسمك وش راح تختارين اسم؟ اسيل ديالا. بس انا عاجبني اسم لك يا ابو ديالا. ابغى ديالا. ديالا ديالا انا كمان. انا بس بدي ديالا وحلا. لا انا ابغى انا بسمي نفسي دايره. وانت سيلين؟ طبعا هي تبغى سيلين. لا انا ابغى اسيل او سيلين او ديالا. انا سيلين برسيل. لا خلصت اسئلتي دحين باقي سندوس. اجل في المدرسه كنا في بنت اسمها سيل واختها الصغيره اسمها سيلين. هو رحمه ما شاء الله. يلا يلا سيل سيل يلا. والثاني اكثر بلد تحبين؟ ايه اكثر بلد تحبين؟ السعوديه. امريكا السعوديه ومن الاجانب امريكا. ايوه انا مكه المكرمه. مكه المكرمه دام عزك يا وطن دام دام عزك المملكه العربيه السعوديه. اوكي
وان شاء الله عجبتكم الفيديو. طبعا البابا اسمه مختلف لانه انا صوت الفيديو بسرعه. وان شاء الله عجبكم الفيديو وفي نهايه هذا الفيديو لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب.